27 سبتمبر 2022. بون، كما وعدناكم باللي عمليه غرس الاشجار راح نقيموا بها. هادو هما رانا في الرومبوان، هذا الرومبوان تاع الفبور، هذا اللي هنا بصر تقسي بصر كونكالي اوستر. كما قلنا هذه الاشجار تاع واحد متطوع دار معنا لوبيراسيون. وشركنا معنا يعني في الخدمه كما نقولوا، عندك مول القهوه هذا لهنا تاع اش 24، هذيك لي ماغازان هذوك اللي اون فاس ثاني، باش يوليو هما على بالهم باللي كاين اشجار لهنا باش يحافظوا عليهم ويسقيوهم، يعني في الوقت اللي ما تصبش مطر يسقيوهم. كما راكم تشوفوا 20 كاليتوسا فلا، في ان اسباس يعني كان ابوندوني، فيه ردم، فيه حاشاكم نفايات، فيه هلا كي نشوفوه هكا ها هاو التروطوار منا والاسباس هذا من نهار اخر. الاشجار هذه راح تمد الظل للمكان هذا وتزيد تمد الظل بالنسبة للرصيف، وتوصل حتى انها تمد الظل في الطريق لنا يعني للسيارات بعد. عملية غرس راهي مستمرة في اللحظة هذه اللي قاعد نحكي فيها معكم في العرقوبة. دونك كاينة دور، كاينة 10 15 15 و 12، كاينة في المجموع كاينة 30 شجرة اللي قاعدة تغرس دركا في العرقوبة. ما حطيناش صح، ما حطيناش انضات باينه والمكان باين. درك نوليو نحطو اللي يحب يشارك يعني باش يجي العين المكان ويشارك. اللي يحب تاني يشري اشجار اللي هو يغرس يعني حاجه اللي يشريها هو، ما عليه الا يتصل بينا، يسمى معنا اللي عنده ريجيستر دو كوميرس يبيع النباتات ولي بلونت يعني والاشجار، يقدر يشري نشري ولو الاشجار اللي يسحقها. يحب يشاور ولا هذيك يتصل بالصفحه ولا القناه تاع اليوتيوب كونستانتين مافيل. فوالا، يعطيكم الصحه. هذا الشيبو كل من اجل مدينه تكون خضراء اكثر من اللي راهي، والفائده تاع الشجره كما راكم على بالكم راهي فائده كبيره. دونك باش نوعيو تاني الناس، كل واحد وين راهو كيما يقدر يدير شجره راهو في الفايده، هو بعد ماشي هي، هو اللي راهو في الفايده. هلا لا نون فاس، عندنا حي تاع السوريكو من الطريق اللي تدي لابوم وتدي من هذه للرومبوان تاع الفوبور، يعني حي الامير عبد القادر. كونستانتين مافيل، باج سور فيسبوك كونستانتين مافيل، شين سور يوتيوب.